طيب طيب على الهاوس ثواني بس بعدين نرجع مو مشكله. خلاص عندي. لا اجتماع والله ضروري ضروري يا احمد شباب. اجتماع في الهاوس في الهاوس في الهاوس في الهاوس ضروري اجتماع. عندنا دوري حول والله العظيم انه مهم. والله نقل لي الاداره. يا عبد الله يلا يا شباب يلا. ها قاعد ارتب مسابقه يا حول والله والله العظيم عليها هدايا. اوكي ترند سرور يشهر سلاحه في وجه احمد. روح ولد ولد لا تسوي الحركه هذه مصدق انت. على الطاوله يا شباب على الطاوله استريح على الطاوله الذيب. طب خلاص يلا استريح. لا والله لا ولد على الطاوله الطاوله شباب الطاوله طاوله الاجتماعات. يلا يا شباب طاوله الاجتماعات يا شباب. ها لا 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 ما يتعدى 7 دقائق او اقل. يلا بس لين يجتمعون الكل. طاوله الاجتماعات يا شباب. لا انتم ما سوينا شيء حق سوي. يلا يلا الحين علمك انا لو طلعت برايم بكره. يا شباب هنا هنا الطاوله لك الملحوق عليه بالله تكفون بالله الطاوله عشان اللي يجي يجلس اللي يجي الحين بيلقى متفرقين بيروح يجلس هناك بيروح يجلس هناك. الكل هنا يا اسماعيل ثواني بس ثواني ما راح نطول. لا لا ثواني بس ثواني ترى ما يحتاج شيء هو. سعد وين؟ سعد وينه؟ الطاولة الطاولة بالله عبد الله ها؟ حوق يا احمد اول ليل تونا بدينا كم ساعه اول ليل باقي اول ليل الساعه 3 اول ليل في البرنامج باقي ساعتين على الاقل. صدق اليوم قررت انام الساعه 2 والله انا بحط راسي بعد شوي. قررت الثورات والمنازعات. يا اخي مصطلحاتك والله ضبط. والله مصطلحاتك والله ضبط. لا والله ثوره هذه ثوره. الله بصراحه يا اخي يقول مصطلحاتك. واكبر دين الشماغ اللي تحطه. يا اخي العزيز هذا شماغ الكويت. لا مو شماغ. هذا هدانيه حمد بالوان عالم الكويت. لا تدخل الاشياء دي. يا اخي العزيز صلى على النبي. فيصل قال له ابغى ارجع المايك. نعم فيصل راح يرجع المايك. جيتنا احنا فزعنا بس هولنا. لكن انتم ما سيطرتم على سيطرتم عصبيتكم الهائجه عواطفكم. ليه ما سيطرتم؟ تواصلنا مع الاداره ما جانا اي رد. نعم ما يحق لك انت كفرد تتواصل مع الاداره. عندك منظم هو اللي يروح يتواصل. انت تتكلم الان. اسمعني يا عزيز سعيد انت تتكلم الان بصفتك ايش؟ وانت تتكلم بصفتك ايش؟ انت جيت تكلمني انا ساكت. انت انت سبب الاخ هاي ساكت. انت قومت الدنيا وقعدتها. انا ما قدرت. كل يوم يجينا تاكيد انك انسان اندفاعي. نعم حبيبي مع الاسف احنا نحب. ودك اليوم هنا رد انك انسان مترنح. نعم انا مترنح خلاص يعني من اول يوم قالوا ايش تسوي يا مروه. لذلك انت اندفاعي وهذا مترنح. نضيع بينكم. وانا اعطاني صدى ما شاء الله. صدى؟ الو ناجحون. انا ناجح ومحارب لكنه ستعاقبون على كل تصرف صدر منكم. هدوا النفوس بدون وعي. هدوا النفوس هدوا اللعب بدون وعي وخصوصا ما قاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله سعد الكلثم في الغضب في الغضب. شباب شباب معلش يا حمود اقاطع كلامك. انت الحب يا حبيبي ما راح تتعاقبون انا موجود بعدي. والله يا ابو يحيى اول واحد اسمع مني يا سيد نفسك انت سيد منصور. سيد منصور ما دام الحب قال لك ما تتعاقبون ما تتعاقبون. لا جد والله كان قلت له في عن الصحابي الذي اي نعم انت ذكرت كلمه اسمها المخونه. فقال لا تغضب. قال اوصني. قال لا تغضب. اوصني. قال لا تغضب. ايه فانت عشان الغضب وهذه انا عندي اداره وكنترول للغضب ولكن بس انت اندفاعي بلشت في الحشود التي ما عندها اداره ولا اسلوب في الغضب. للاسف
إذا عندك إدارة أنا عندي علاقات عامة يا ظريف على وكيل الضرارة الجماعة ما عندهم إدارة الغضب ولا الحشود إدارة وكنترول الأستاذ أنا عندي أبو يارا عرفت أنت تتكلم بصفتك إيش خليك على جنب حوارنا مع ليش الغضب ليش الغضب ليش مغبون هدوا النفوس نار تنيخة هدوا النفوس هدوا النفوس برا عشان ما ادري يلا يا شباب ما صار اجتماع يلا طيب اجلس يا فؤاد اجلس يا معارض ما اللي باقي الحين ما اللي باقي غير حمد و انت قلت ان شيء يخص الاداره حمد وسعد ومجيد ايه سعد وعبد المجيد لا معاذ جاء وين معاذ ايه هذا معاذ ما اللي باقي الحين فيصل ايه باقي فيصل ومن باقي اللي راضي نستطيع ان نمثله تفضل يعني بس هذول الباقي صح نايمين 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 طيب مساكم الله بالخير مساك الله بالخير كيف الحال جميعا طيبين بصفتي نائب المنظم تمام وبصفتكم متسابقين وأقل مني منصبا في هذا الأسبوع تبغى ننزل بعض انت صح؟ ها؟ نبدأ المثل من اليوم والله تصدقوني يا جماعة محمود طيب خلوه يكمل دعوه بيتك أطول يا أستاذ سرور رجاء أنت آخر ما تكلم يا سعد عرض نفسك على دكتور أنا عارف ليش قلت هذه الكلمة أعرف ليش قلت هذه الكلمة بس كمل تفضل أستاذ سرور الله يسلمك جميعا طبعا اللي حصل قبل شوية شباب أيوة ما له دخل في الاجتماع المهم أنا بتكلم بما يخص كلكت تمام قوم قوم نيات عجيب خاف الدابور وانا كنت بقول لك بعد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر الموضوع شيء ثاني فتفضل المهم موضوع اكلكت يا شباب كلكم عارفين انه كان كل اسبوع وبما تعاني من المجموعات من ارهاق ورجاء يا عبد الله يقول منصور عند ما ابغى ودي انكم تدرون منصور منصور قلت 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 خلاص ياخذ المايك رد منصور رد منصور منصور المهم وانتم عارفين ان طرحنا اقتراح احنا نبغى كل ايش اسبوعين كل اسبوعين الاداره ما قصروا لكن قالوا نبغى هذه الاقتراح يكون خطي كلنا خطي كانت ولا لا قصدي موافقه الجميع كلنا موافقين يعني جميل. كل اسبوع ايه اسبوع لا اكلك لحظه انا ادري في نقاشات انت ليش تقول كل اسبوعي انا ابغى كل اسبوع لانه هو في نقاط اساسا طيب جميل بما يخص لحظه لحظه طيب دقيقه بوضح انا بوضح النقاط عشان كذا انا بوضح الصوره لاني بغيت اسال عشان يوضح للجميع طبعا احنا عارفين ان كلنا بنكون نحتاج نقاط كل ايش كل اسبوع ليش لانه بدا العلم الجد اللي هو ايش برايمات اللي هو الواحد يا عبد الله راضي راضي عادي المهم احنا تكلمنا مع الاداره بما يخص الموضوع قالوا ان هذا الشيء وش بيسوي اللي يخليكم تحرصون على النقاط وبتجون بكره وش تقولون نبي نعدل الجدول نبي نرجع كل اسبوع عشان احنا نحتاج نقاط فجميع اللي كانوا موجود معنا اقترحنا اقتراح قلنا الدرجات ترحل الى ايش الى الاسبوع الثاني حلو تدبل تدبل نعم. بمعنى يكون نقاط كل اسبوع نقدم فيه عن اسبوعين عن اسبوعين حلو فهنا حلينا مشكله ايش يا ابو محمود كيف كل مثلا المجموعه اللي جابت لنفرض ان المجموعه الاولى جابت 1000 نقطه خلاص الاسبوع الجاي يصير المجموعه الاولى 2000 اها كذا حلو جميل حلينا المشكله تمام اكيد هذا الكلام باذن الله لكن هذا الشيء اقصد انه اكيد اللي إيه قلت لك باذن الله تم تاكيده من ان شاء الله وهذا موجود طبعا انا بقرا لكم اياه انا بقرا طبعا عشان يكون واضح للجميع يقول حسب ما وصل من طلبات بعض المتسابقين فيما يخص فقره كلكت بان لا تكون فقره اسبوعيه بحيث تكون اسبوع وتلغى في الاسبوع التالي وما للمتسابق
من أهمية لدينا ببرنامج حياتك، فإننا نرفع لكم هذا الخطاب، والذي نأمل فيه منكم تزويدنا بعدد الأصوات لهذا الاقتراح، مما يترتب عليه ترتيب جدولة جديدة لفقرة كلكت. طبعا فيه الجدول هنا موجود، فيه موافق وفي خانة غير موافق. تمام، أنا ببدأ باسمي، تمام، وببدأ باسم سعد الدوسري وحمد اللاحم ومين؟ لا اللي ما موجود، من هو؟ عبد المجيد البندر لأنه بلغني فيصل البندر. تمام؟ يستاهل ونكتب اسماعيل. تفضل شباب، يمر عليكم الآن، لأن كل واحد لازم يكتبها عشان يكون مطلع عليها، لأن الإدارة حريصة على أن ما يجي بكرة واحد يقول لا ما عجبتني، لا ما صارت. معلش فيصل، إقرار بالموافقة، إقرار بالموافقة على ترحيل الفقرة إلى فقرة أسبوع أسبوع. لا ليش ما يقللوا عدد المجموعة؟ كيف؟ ليه ما يقللوا عدد المجموعة؟ بدل ما تكون ثمانية تكون خمسة. لا 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 مو كويسة كذا. خمسة 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 خمسة. ليه؟ عشان تصير أربع مجموعات يعني أكثر، أو خمس مجموعات. لا توزيعها بيصير صعب وعرضها بيصير أصعب. أول ثاني ثالث خلاص. هي الترتيبات. لا أول شيء كذا. بالضبط. أول شيء صعب. شو القصة؟ هي إذا كثرت في العدد كممثلين وك هذا يطلع العمل بشكل جميل. بالضبط. يا شباب بالله ضحكة منصور. فبحكم الخبرة كيف؟ والله بين الموضوع يسروري. لا محمود ترى قبل العدد محمود تنشر مساحات. تسمح لي استغل هذا الجمع المبارك عشان اقول كلمتي؟ ثواني خلينا نخلص بعدين ابشر. بس توقيع بيمر. لا لا لين نخلص الله يعافيك. على الوقت اللي قاعد يمر الان اقدر استغله في شيء زين، فعشان لا نختصر الوقت الان. نبعان يكتب في غير موافق وبعدين نشوف. لا هني أقول بإذن الله. أنت كنت معنا يا صالح. أيوة يعني أنا بوضح للبعض اللي يعني على كل حال مدبر النقاط. الدوافير اللي معنا فكونا من الحركات دي. سمعت الكلام من الشجار. الكلام يمشي. لا أكثر واحد ساكت وهذا. لا أنت هذا كل واحد يعبر عن رأيه. كل واحد كيف هو في الأخير كيف حط غير موافق. معلش أخوي عبد الله قدام الجماعية. أخوي عبد الله أخوي هنا وهنا كله عشان يكفي الجدول. عبد الله صح كل واحد يعبر عن وجهة نظرة، بس حط له واضح، حط له إيش اللي عشان نبعد الكلام. بس كنسل السؤال. أنا عبالي قاعد يضغط عليه، كنت برد عليه مرة ثانية. أوافق ولا ما أوافق هي؟ في موجود هنا موافق يعني جدول تحتها موافق على أن ترحل الأسبوعين. كل واحد يعبر عن وجهة نظرة بس حط موافق. مثل الطبخة، إيه مو ما جاتك بس حط ممتاز. نفسها. ما في توقيع. ما عرفتك. لا 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 الله. أتوقع إني قريتها يا منصور. إيش درى إنك قريت ورقة ثانية؟ عجيب. أنت عندك قانوني من حقي أقرأ الله أكيد. طيب. وأنا اليوم مش محذركم لا توقع على ورقة بيضاء إلا أنت قاريها. الله حلو والله إني حبيتك تتبع الدرس الحذفين تغطي والله إنك الله عليك. بعد كلام يا أبو الله عليك. حط غير موافق وهذول كلهم أسحب عليهم وما حط غير موافق. الله يسعدك أكمل عزيزي. يا استاذ في سند لقبضه وقع ولا امر لي سند يا سند لامر هنا لم تجد اخي ليش انت اندفاع في لعبة اللي نزل بالونا بيك راح تنزل يا راح تنزل زعل عايزة وبدل ذريش يا أخي ليش الفلسفة اللي مالها لزوم صح.
هاي موافق صح؟ وقعت بها الشباب والله خليها بكره والله بعد على والله بعد البرنامج بعد 80 والله اذا خلص البرنامج ناخذ راحتنا الله عليك الله على الهدوء والرقيف الرايق ليش يا الاندفاع انت موافق ولا غير موافق؟ موافق هنا انا اللي مسوي انا اللي سويت عشان يكفي الجدول قريب من العيال يعني يا حياتي والله ما عادي جايه يا الاندفاع اهدى اهدى 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 يا الاندفاع اسمع الرد اسمع الرد يا الاندفاع انا مش اندفاع الله الله لا 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 تخش مع الفريقين انت لا 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 انت اندفاع يا الاندفاع اي والله عليك اهدى اهدى يا الاندفاع اهدى اهدى يا الاندفاع اهدى اهدى يا الاندفاع ترى 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 هلا 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 اسمع 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 رجع يا الاندفاع الله يحفظك كنت واجع على خير اسمع الرد لحظه مصاب مصاب اسمع الرد اسمع الرد انا 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 مش اندفاع